السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو للحلقة الجديدة عن المزرعة. بالفيديو الماضي أنا حكيت لكم راح أفرجيكم إن شاء الله الحصاد وأزرع لكم إياها، بس ولكن صار في معي شوية مشاكل فما قدرت أكمل الفيديو. راح أحكي لكم بالفيديو شو راح صار معي مشاكل، أحكي لكم كل تفاصيلها. اليوم راح أبلش من أول جديد، راح أدخل معي شخص وصديقي جنرال دايما أنتم تعرفوه، راح يدخل معي وراح نبلش الزراعة، راح أورجيكم المبادئ الأساسية بالزراعة، نبلش شنو راح بس ولكن راح نبلش بمعدات قوية وكبيرة جدا حتى نبلش فيها الزراعة. وراح نبلش كل فيديو نعمل لكم حلقة، مثلا اليوم عن الزراعة، اليوم عن كذا، اليوم عن كذا، كل يوم نزرع نوع معين محصول بالأرض ونفرجيكم إياه. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. لاستيكو، السلام عليكم ورحمة الله. هلا بلشنا دخلنا على المزرعة مثل ما انكم شايفين، معنا صديقنا جنرال اللي هو دايما راح يكون معنا ان شاء الله يرافقنا بالمهمة كلياتها. طبعا الحديث ما بيكون عن من ضمن اللعبة لانه ما فيها غير شهادة كتابة، عم نحكي على الديسكورد وانتم بتسمعوا الحديث. المهم بأن بالفيديوهات الماضية نزلتها قبله وقبله فحسيت انه راح تضيعوا اذا شفتوا وين وصلنا احنا الدرجة، لان صرنا بمرحلة كثير متقدمة باللعبة، فقلت انه لازم نبلش يكون اللعبة من الاول. اول شيء ناخذ الارض نزرعها ويعني نجيب معدات اللي راح نجيبها اللي هي مي صغيرة اللي بتاخذها انت بالبداية، راح ناخذ معدات كبيرة بس مو كبيرة كثير. المهم راح ناخذها نجيبها نحطها ونشتغل فيها ورجيكم شلون في ناس سالتني على الحصاد، شلون نعبي الماكينات، وشلون بدنا نزرع، وشلون بدنا نحصد، وشلون كل الشغلات هي. بس ما راح اجيب ماكينات ضخمة وتلبكنا، راح اجيب ماكينات متوسطة يكونوا سريعات وبنفس الوقت يعني يقضوا الشغل بشكل اسرع. ومعنا السيد جنرال، تعرفوا انه دايما راح يكون معنا وان شاء الله خلال المزرعة. وطبعا هي السيرفر هذه 16 شخص. وهلا خلينا نبلش بنشتري، نروح نشتري الفيرما هاي الاراضي ونشتري كل الشغلات اللي بدنا اياها ونبلش فيها. يلا طب قبل ما نروح نحن على الشوب، جنرال راح الشوب، بس خلينا نروح نشتري اول شيء الارض اللي احنا بدنا نشتريها. نكبس هون، ايش نشتري ارض؟ انا برايي نشتري 19 وال20 مشان نحط عليها القاعدة تبعيتنا ونبلش نبني مثل ما يقول البناء تبعنا عليها. فخلينا نكبس اكس ونشتري هي بنكبس هون ونشتري 174000. تراني ما بعرف اللعبة ابدا ابدا. تمام على ما اشتري نحن هلا القطعتين هدول لانه هي بالبداية كمان بيعطوك اياها. فخلينا نروح على الشوب ونشتري. طبعا انا ما اشتريت مثل ما يقولوا هنجار، ما جبت بيت مشان ننام فيه. هلا بس نحن نشغل هاي ونجيب المعدات بين ما يخلص فلاحه وجهز الارض اروح انا ابلش ابني هدول الشغلات. طبعا تكبس حرف الاكس رقم الاكس بلش افتح لك المعدات. تمام الله سلمنا. يمكن هي جاهزه. طبعا هون احنا بعد ما اشترينا المعدات وجبناها طلعت الارض هون جاهزة للحصاد، فما راح هذول اثنيناتهم جاهزات للحصاد، هذول بطاطا. المهم راح افرجيكم اياها، هذول بعدين نحكي عنهم بفيديو خاص راح نحكي عنهم. انا ما راح اوجع راسي انا بهالمواضيع هي، بدي خلص احصدها الكب لانه بس انا هذا عمل الجيم بعدين احسب في التسييف هذا كله ما هو لازمني. ما بدي اشتغل لانه الارض شايفها اشتغل. تمام راح يبلش يشتغل العامل. طبعا تكبس حرف الاتش بيجي الشغل. شوف شلون هلا بيفتح المعدات. سدوا له بلا شيء. تمام هلا بدنا نروح نحن نجيب ال هي البذاره. طبعا بعد البذاره في عندنا الحصاده. انت بتاخذ حصاده حسين؟ طبعا شلون نعبيها؟ هلا في عندي الطرق للتعبئه. الطرق هي الاساسيه اللي هي لازم توقف انت جنبها تكبس زر الار تبلش تعبي. هلا بعبي اسمده. أنا أتوقع بدنا صندوق واحد مشان نعبي. تمام هي على العد تماما 100%. تمام هي عبينا التركتور الثاني وهلا بنروح مشان نفضيه. طبعا هو مزروع كان شلون قصب سكر والشغلات هي بعدين هي نحكي عليها. كل فيديو ننزل لكم موضوع نحكي عنه، ما راح امشي انا بسلسلة انه نزرع نوع معين نضل نشتغل فيه على الارض، لان انا شفت انه بدنا نعمل هيك اشي بده يكون يعني بده يكون فيديو طويل وما راح تفهم منه شيء، خصوصا انتم بالبدايه لسه ما لكم فاهمين شيء باللعبه. فانا قررت تكون هيك بالافضل، انا شايفه تكون بالبدايه تكون شغلنا هيك افضل بكثير. تمام هلا هون مثل ما انكم شايفين وين بدي اكتب لكم اياها، شايفينها من تحت مكتوب ويت، يعني هذا معناته المحصول القمح. نحن نزرع قمح. تمام هاي الشوفه راح نتركها، ما راح نهتم لها كثير لانه الخطه اكبر من هيك. طبعا في نحن كمان نسينا نجيب ماكينة لزراعة شو اسمه. بلش ما شاء الله على السرعة، سرعته 18. يا بنك التراكس كتير قوي.
قطار طيران على الارض، وهي اعطانا انه الفريتيزل 100% يعني السماد فيه 100%. هلا كمان بعدين نفرجيكم اذا بدنا نحتاجين لماكينات اسمده خاصه فيها، اي بنجيب لكم اياها نضيف لكم اياها بعدين. روح اجي روح اوقف ترمالي بس ما شاء الله هذا طاير طيران. روح روح لا توقف روح لا توقف روح لاسكو. اني لقيت حاجه شغله كثير حلوه. ايش هي؟ اني اكشف العصافير. طبعا هلا بدنا نحتاج لماكينه هي اللي بتعمل بتشيل السم اللي هي هاي بتشيل الود، فرح نحتاج لوحده. طبعا انا انصح انكم تشتروا النصانيه 12 متر بس انا رح اخذ النصانيه كمان لاني ممتازه جدا رح ناخذها، او خلينا ناخذ 15 متر هيك هيك نحن رح نطلع من التسجيل هذا المهم. وهلا رح نشتري التراكتور لكم عليه هذا الازرق لانه جدا مناسب، نقدر نكبر الميتور تبعه نحط له هذا القفص. تمام نشتري، رح اشتري له شغله ثانيه لانه رح تكون موجوده رح تجيبوها اياها رح تحتاجوا لها انتم كمان رح تشتروها. تجوا هون تجوا على هاي تشتروا هاي تشتروا هاي الكبيره وحده. تمام خلينا نحط لونها زرقاء لون التراكتور هاي. تمام وتشتروا كمان تشتروا هاي او هاي، فهاي تفيد لشي وهي تفيد لشي، ف برايي تاخذوا هاي افضل. خلينا كمان نعمل هاي شوي ازرق فاتح شوي. طبعا هون في نقطة مهمة انا قلت لكم عليها انه ممكن كمان تشتري انت هذا اذا احتاجت له، هذا مشان كيف كثير يعني تشتري هالشغلات تلزمك للمستقبل. هلا بين ما يخلصوا الشباب الشغل هون خلينا نسلمه، خلي بلش بالارض الثالثة بين ما نروح نجيب له كمية كنت الود ونرجع. تعال عملنا كل كومبليت نأكدها كل كومبليت ماشي. تعال خلينا نكمل باقي الارض. تمام ممتاز جدا تمام نايس كمل شغلك هون. تمام هلا خلينا نروح على الماكينة الثالثة تبعتي وينها؟ لا مهم خلينا نروح الشوب. انت راكبها مو هيك؟ تعال بالعكس 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 تركتور دي جبتشو من هون. اوكي هاي سيد جنرال عم بيشفط التراكتور. ايه وو شوي شوي ايش باك ده؟ لا احترافي 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 عم بتخمس. طبعا هذا الشيء انكم تشتروه بيفيدكم للمستقبل جدا لكثير شغلات يلزمكم عليها. ارجع رني وتركب هاي هون. طبعا هذا الاشي عشان ما تروحوا تشتروا انتوا، ولا في ناس تجوز تقول مثلا تحتاج لان تراكس تشتغل عليه او كذا، مثلا تنجي انت مهار شيء تحتاج انك تشتري تراكس او تشتري هاي الستافه، فما لك بحاجه في هالشيء، تشتري هذا وخالصين، روح انطلق الى الارض. مع ان هذا ما شاء الله لحق وراه مباشر، مع انه الفرق بيناتهم في مسافه يعني بالعرض. طول بالك اه. فقط علينا يا معلم، طول بالك ارجع. طبعا رح لكم كمان على اشي مهم جدا، اذا انتم تحتاجوا تشتروه تحطوه هون على حرف الارض، بس هون مثل ما انتم شايفين هذا متوسخ. تكبسوا على البي، تجوا على البي، تجوا لهون. تجي على هاي هاي المغسلة. شوفوا انتوا المكان هيك ما في حدا موجود. تمام شوف هذا ليش شغلته. طبعا هذاك التراكتور ونخلص شغل الزلمة عم بيخلي. تمام هاد التراكتور من ايدك اعطيني اياه. طبعا انا المعدات ثقيلة عم بشتغل فيها، انتوا تشتغلوا معدات صغيرة. إنها السرعة في العمل والإنجاز ما شاء الله وكان تبارك الرحمن. عندي حصادات ضخمات. طبعا تشوفوا بس أربع معدات اشترينا، بس عملنا معدات ضخمات ما يكفونا مليونين تقريبا، يعني استلفت تقريبا أنا شي مليون ونص وما سويت معدات، ما سويت شي أبدا، بس هدول الأساسيات حطيتهم. طبعا شلون نخسر؟ نكبس ار نمسك الغسالة
بلشنا الصور فيها وانوني مو ما في يعني لسه ما اشتغلنا فيه ولا بس نخلص بس نشتغل فيه تشوف الوسخ بس مشان تتعلموا شلون تغسلوا الاليات بعد ما تخلصوا غسيل منها. المهم يعني شوفوا بشكل مختصر الفيديو هذا صار حكينا شط فيه بشكل مختصر بس يعني عشان تفهموا انتوا لما ترجعوكم على الارض تبعيتي بكره عشان تفهموا ايش عم بصير بالاراضي الثانيه ايش عم ينزرع فيها ايش عم ينحصد منها ايش عم بصير كذا ماذا. والله نحن في معي 6 شباب دخلوا 2 جزائريين وواحد مصري الله يعطيهم العافيه كلياتهم واحد اسمه سفيان وعبد الغني وين صار في ود طلعوا هون صار في ود. خلينا نوقف الوقت شوي نهديه شوي نقول له وقف حجي جيب ماكينه الود يا جنرال استلم قيادة الود وينها طول بالك ايش بك عم بتزمر انا اوقف قدام اللي يريد يروح يسكر الطريق لحظة بعد انا باخذ او يلا خلاص شيل انت الحصاد انا بشيل انا بحط الماكينة على الود حشرات الدارة فورا انقلب مباشر ما شاء الله اوكي الله تعلم سريع 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 طبعا هون تحتاج السرعه العاليه جدا باللعبه لا تفكر انه كلمه سريع سريع يعني هينه هون طبعا نحن عم نشتغل على قطعتين ارض صغار جدا 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 يعتبروا طبعا صار هون مو بس اتش بس ما عم ياخذ قرب شوي لقدام قرب شوي لقدام تمام بس اتش اخذ الله شغلنا العمل وبلش يشتغل بالتنظيف شوفوا انتبهوا من قدام اخضر فيه من ورا ما في شيء ابدا طبعا انا ليش القمح مهم جدا احسن انا الفاصوليا اذا دخلنا على البورصه طلعنا هون القمح تقريبا سعره بال700 ونازل 700 وهون عم بيدفع بالمينا عم بيدفعوا عن لي 770 للفاصوليا بتوصل ل 1500 وتوصل لمره ل 2700 بس الفاصوليا افضل واربح بس ولكن القمح اتوقع يعني المحصول نفس الشيء ايش ما زرعته نفس الشيء بس ولكن القمح انه يطلع منه بعد ما ينزرع الماده اللي بتضل بالارض موجوده هلا بتشوفوا راح تطلع بتفيدنا لغير شيء للحيوانات من هذا التراكتور عم بنط ليش كل هالشيء عم بنط لانه صغير والوراه كثير كبيره واحد اثنين هي من قدام ما بصير تتركب له يعني انه صاير ما بصير توازن عرفت شلون؟ التراكتور هاي القصة فيه شايفين شلون نظيف؟ يعني هاي مشان تحافظ على نظافة الماكينات بنفس الوقت يلا تمام نزل نروح نجيب القلاب الكبير طبعا انا جبته كبير لانه حسبت حساب انه لشغلات كثيرة مستقبلا انتو جوز تجيبوا صغير يكفيكم يعني بكفي الصغير اتوقع طبعا احنا هلا بدنا نقرر وين بدنا نروح نبيع محصولنا القمح اللي هو هون تقريبا هي عندنا هون 700 و800 الا هي احلى سعر هي اللي هي هاي كمان مكان جدا قريب جدا جميل مثل ما انتم شايفين على الخريطه عم يضوي او هون مثل ما انتم شايفين خلينا ننزل نروح نجيب له السياره طبعا هلا هيك بنجيبها هي هيك ندخل جنبها شو انفصل هي هيك عم يدمي صار فيه 80% وهلا مبلش مفضل يعني هو عبدال ماشي مشان يكمل بالثانية يعني هو اخذ 80% عنده تقريبا 85% انت اخذ تقريبا 20-25% هيك اتوقع او 30 لا النص طول بالك تم ترم تم تم ترم تم 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 وهلق بدنا نروح نفضي هذا التراك هلا وصلنا هون إلى المكان المنشود تم 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 طبعا هون لأن قررنا وشفنا أعلى سعر للبيع فراح نبيعه هون راح نشوف شقد راح نطالع مربح من المبيع هاي قلب تمام
9000 لا بأس فيها، يعني هي أول شغلة، بس قطعة الأرض كثير صغيرة يعني صح، حتى أنا مبالغ جدا ضخمة بس يعني لا بأس. هاي اسمها التجارة، تجارة مع الأراضي، يعني شغلة مو كثير مربحة بس يعني لا بأس فيها. هلا بنروح خلص الفيديو لهون، ما راح نكمل، ما راح نعمل أي شيء، إن شاء الله نشتغل لحالنا. طبعا راح أرجعكم هلا على الأرض تبعيتي وأفرجيكم إياها. وبالنسبه لشراء الماكينات كلياتها راح تبكون اياها بعد هذا الفيديو، شوفوا شلون اشتريت الماكينات، لانه بالبدايه طولت انا كثير وانا عم بشتري الماكينات، فحذفته وحطيته بالاخير عشان تقدروا تشوفوا. بس راح افرجيكم انا شو هي المعدات اللي اشتريتها كلياتها، افرجيكم اياها تتفرجوا عليها. وهلا خلينا نروح نصفها بالارض، وهذا السيد جنرال اللي ماشي معنا بعرض الارض، مو سهل على العنتر بين شداد راكب تراكتور وعم يرقد لحاله فيه. طبعا نحب نشكر صديقنا حسين لانه كان معنا بهذا الفيديو، وكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا مثل ما شفتوا علمناكم شلون حصدنا وزرعنا وكل شيء عملناه، وطبعا حتركوا لكم على باقي الفيديو اذا تحبوا انتم تشوفوا شلون اشترينا الاليات وشلون اختارينا الاليات وكيف اختيارهم وشلون تعبئه الاسمده وكل شيء. راح نتركوا هذا الفيديو هذا الجزء لاخر شيء عشان يعني ما تملوا بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله بكره. واكتبوا لنا بكره ايش بدكم يكون الفيديو يحكي عن ايش، عن زراعه نوع معين مثل قصب السكر او شيء اليه جديده ندخلها، ولا تحبوا نشتغل بالحيوانات اكتبوا لنا هذا الحكي بالتعليقات، او تحبوا نروح اورجيكم المزرعه الضخمه تبعيتنا والشباب شو وصلنا فيها وشو عم نشتغل فيها. وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. طبعا وصلنا هنا بالشط، انا حنضل نجي بس يعني هاي هاي. هاي هاي. طيب هلا في انا الحلوه بهي اللعبه انه نفس الاشي ممكن تعمله بكذا اشي، هي جدا خرافية. طبعا هلا نحن بالبداية رح نبلش بالمحاصيل الزراعية اللي هي بتكون موجودة في كل مكان، يعني اللي بتكون يعني لهم كثرة وطلب عليهم اكثر شيء. وين هي تبعت السيت؟ ها هي ندخلهم. طبعا في عنا هاي الماكينة لو انتم شايفين هون من تحت موجود عندي الاشياء النوعين المحاصيل، وهي الاشارة انه بتحطها، وهي الاشارة معناته انه الماكينة تاخذ المحصيل، يعني تاخذ الذرة مثل ما يقول او البذر، البذرة بتاخذها. طبعا هاي الماكينة 3 امتار ما بدي اياها، انا شايف هي جدا مناسبة، يعني 3 امتار بتاخذ كل شيء، بتاخذ معها السماد، هي اهم شيء، لان يعني الماكينات بدي ارد اشتري ماكينة ثانية عشان السماد ما بدي. هلا هون نفس الشيء كمان، بس حاسس انه هي افضل. هلا هي بس نص متر بيناتهم فرق، هي ما بتاخذ سماد، هلا هي ما بتاخذ سماد بس، ولكن يتركب معها تريلا اللي هي هي كان السم. لا هي ايوه هي بس ترش بس تبذر، هي بدها تنحط بقلب السماد. لا ما بديها كمان، وهي ما بديها كمان. هلا هي كويسه 9 امتار جيده، بتاخذ كل المحاصيل اللي احنا بدنا اياها. اتوقع ناخذ من 9 امتار ممتازه جدا، لانه اكبر من هيك هي 14 متر ونحن ما نشهد 800000. تمام، فلازم نقتصد بالشغل شوي. هنا راح ناخذ، طب انا ما دخلتها كتير كبيرة، يعني هلا شوفوا هاي 25 متر ضخمة تعتبر، فرح نحنا ناخد هاي 800000 اللي هي طولها 9 متر، يعني خزانة 9000 كويس لا بأس فيه. بس اهم اشي هو المحاصيل الزراعية اللي بتاخذها. تمام، رح ناخد نحن هاي القطعة بدها تراكتور 9 دي سي برونتو اسمه برونتو. رح ناخد هاي الماكينة، ايش كاتبنا هون ايش بدها غلط؟ طبعا بدها التراكتور يكون 200 بقوة 270 حصان. رح نشتري هاي اول شيء الماكينة هاي الأولى، ما في عليها تعديلات أبدا، نشتري هاي الماكينة الأولى مشان الزراعة، هاي أول شيء. هلا بدنا نشتري تراكتور 200 تقريبا، خلينا ناخذه أتوقع متوسط، يعني 200 هون ما في 200، رح ناخذه متوسط مباشر. والله هون كان يعني معناته ناخذه ضخم، إذا ناخذه ضخم أنا أكثر معناته خلينا ناخذ هذا الأصفر أحسن شيء. شفتوا والله ليه. طب خلص رح ناخذ هذا الأصفر لأني شايفه كثير مناسب، أو ناخذ من هدول ضخمات مرة يعني. لا ما بدي آخذ، أنا شفت الأصفر جربته كثير كويس، هذا الجوكر الجاكو. طبعا أنا جوز تسمعوني أنا أقول هلا تراكس تراكس تراكس، لأنه هاي الشركة متخصصة بالتراكسات وصناعة الآليات الضخمة. فرح ناخذ اذا نقدر نكبر ميتورو نو هاي باي هاي اشترينا. تمام، هلا نحن اشترينا التراكتور اللي رح نبذر فيه. هلا بدنا نشتري التراكتور مشان نحصد الارض، وخلينا نشتري السماد تبعتهم اللي بده اياه، السماد اللي بدها اياه بدنا هاد، بدنا واحدة من هاي، وبدنا بدنا واحدة كمان سماد، وخلينا ناخذ 2 سماد اتوقع لانه اكيد
تسعة معنا اثنين سماد على المفتاح، خلينا ناخذ الثانية من هاي. تمام هاي اتوقع هاي لانه هي طولها 24 متر، فنحن شغلنا ان الماكينة عرضها كانت 9 متر ما 12 متر، ما راح ناخذ الكبيرة اتوقع. يلا هاي مناسبة جدا ونفس الشركة انا شايفها حلو، بس خلينا نشوف شغل بدها التراكتور، بدها 500 حصان ب 380 اتوقع نفس التراكتور لازم نشتري، لانه لازمنا كمان بعد التراكتور في لازمنا شغلات تانية لازم نشتريها، والتراكتور اجباري شكلنا راح نشتري هذا الضخم. تمام هاي اشترينا التراكتور كمان، هلا ايش ضل بدنا مشان نشتري المعدات الزراعية؟ هاي المحراث، هذا التراكتور، هذا المحراث، هاي المحاصيل الزراعية، ضل بدنا شيء واحد بس اللي هو الحصادة، حصادة وبدنا طبعا تراكتورات حتى ننقل الموارد بعد الحصاد إلى الأرض. طبعا إذا رحنا للأخير في عنا هذا وفي عنا هذا، أنا بشوف إنه ناخذ هوندا أحسن صح، الحجم التخزين أصغر بس، ولكن مشان اللون مشان تطبيقة اللون مع إنه الأسود فخامة، أتوقع إنه نقدر نكبر الحجم من هون. ما نقدر على كل حال ماكو مشكلة، رح ناخذ هذا ال عندي تمام، رح ناخذ هذا ورح ناخذ معه الراس تبعه، الراس تبعه حيكون موجود هون، ندخل هون نقدر. طبعا انا عم باخذ الشغلات الكبيرة لان مناسبة لي للشغل تبعنا، طبعا هذا الراس بساعدني بحصد هدول الموارد اللي رح ازرعهم هلق انا، اللي هي رح بلش انا بالقمح بلش. هلا ضل بدي شغله واحده لازم اشتريها، لازم اشتري تريلا مشان نحمل فيها القمح بعد ما نخلص، يعني تريلتين احنا لازم نشتري، بس هلا رح اشتري لأول تريلا اللي هي هون لازم تكون اتوقع، هي هون. خلينا ناخذ تريلا متوسط الحجم، ما بديها صغيره وما بديها كبيره، ما رح اخذها مره كبيره وتعذبني بالمشي، فرح اخذها شوي صغيره، يعني هي ال 31 مناسبه، يعني هي 21 31 مناسبه، رح ناخذ هي. ما نقدر نكبر شوي القدره تبعتها، ما نقدر. طيب تمام خلاص ناخذ هاي كمان، وراح ناخذ معها تراكتور. شو التراكتور اللي لازم ناخذه من قوته؟ راح ناخذه كمان من الحجم الفئه الكبيره، هذا الاصفر لانه يعني كويس قوته، يعني ماشي حوالها، بدنا اجباري ناخذه كبير لانه راح يتحمل وزن وراح يشيل جدا وزن ضخم. تمام اشترينا هذا التراكتور له. هلا ايش ضل بدنا؟ هلا اشترينا مثل ما يقولوا المعدات، صار امورنا جاهزه، وهلق بنروح بدنا نبلش نشتغل بالتحميل. يا سيادة القنصل وايش بتسوي؟ طبعا هاي اللي راح تبذر وهي الحصاده، خلينا نروح نشيل بالتراكس هذاك، نشيل هاي عشان تبلش الشغل. راي تماما احنا نجيب البذاره ونجيب نعبيها ونجهزها. خذوا على الارض حسين روح. اطرام كم كانت؟ 19 20 19 20 ايه 19 20 لونه خضر ماشي 19 امشي وراي امشي 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 وراي 19 19 19 19 20 اوكي طبعا انا ما راح ابلش اكمل لكم فيها اللعبه، ضل استمر فيها بكل فيديو راح انزل لكم موضوع مهم نحكي فيه ايش بدنا نعمل ايش بدنا نساوي كل الشغل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.